واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم وجبت لكم وصفه جديده، هي وصفه تاع حلوه يحبوها كاع الجزائريين، هي وصفه المشوك. شوفوا يا البنات المقادير تاعنا، عندي انا حندير لكم 250 غرام تاع زبده، يعني اللي يحب يضاعف المقادير يضاعف. انا جبت 500، دوك نقسمها على زوج. عندي كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، يكون مرحي مليح، هذا اللي نحطه في العجينه. وعندي كاس تاع سكر كلاصي مغرفة صغيرة فانيليا، أربع حبات تاع بيض، نحط زوج كاملين وزوج صفار، زوج حبات كاملين وزوج صفار، مغرفة صغيرة خميرة الحلوى، و كاوكاو مش محمص، ولا تحبي تحطيه باش يترحال كي يساعدك في الرحي، حطيه زوج دقائق هكا وجبديه ورحيه يكون خشين شوية هكذا يكون حرش. نفوتوا مباشرة يا البنات لمقاد طريقة التحضير. لو بسم الله بالزبدة، هاهي ندير نص باطة تاع 250 غرام، هاهي ليك تكون يا البنات بحرارة الغرفة جيك أحسن. نضيف عليها كاس تاع السكر رطب، نضيف معها زوج حبات تاع بيض، بسم الله، وزوج صفار، والبيض نخليه باش ندهن العجينة. نزيد زوج صفار، البيض نحتفظ به، هوليك ها الصفار تاعي. فوالا يا البنات، نبدأ. لازم البنات تكون الزبده تاعكم بحراره الغرفه باش تجيك سهله العمليه. نحطك مليح، ندخل المكونات مليح في بعضهم، نخدمها بالمغرفه تجي احسن. نضيف الفانيليا ملعقة صغيرة هكذا، ونضيف دوكا الكاوكاو تاعي اللي كنت حمصتو وريحتو رقيق، ماشي رقيق بزاف، بودغو ماشي خشين كيما الاول، خدمو تاعي معاه. بدات تشمو الريحة والنكهة تطلع، الله الله. وصفة بسيطة وبريزونطابل يا البنات، لازمك تحركيها حتى ترجعيها بودغ. تقدري تستعملي اليد،
هكذايا. الان انا بلات في هذه المرحله نجيب الفرينه تاعي ونحط ونخلط بالتدريج. الكميه تاع الفرينه مهم تكون طريه، ما تديروهاش ما تيبسوهاش باش ما يجيكمش مشوك تاعكم يعس. حطوا بالعقل، نحاول نكمل لكم انا ندير لكم الكاس ونشوفوا مع بعضنا. فوالا هنستعمل الكاس الاول ونضيف معاه ملعقه صغيره تاع الخميره. لا نصف كيس كيما تحبي. ها هي ليك، ونحرك ونشوف. مازال خصتها نزيد لها الكاس تاعك. حاول تكي لكم يا البنات وانتم ديروا بالتقريب. وهو لك الكاس تاعي. فوالا المام هكذا مازال طريه بزاف، احتاج الكاس الثالث. فوالا نضيف الكاس الثالث، نضيفه بالتدريج باش ما تغلبنيش. نضيفها ونزيد. من الافضل هنايا البنات تستعملي اليد باش تعرفي لا تكستشيغ تاع لاباط تاعك، باش تميزيها بيدك. اذا تدي لي الكاس الثالث كامل وربما زيد توصل للكاس الرابع، مازال تطرقع بزاف. شوف هاوليكم يا البنات الكاس الرابع، نزيد نحطو هو تاني بالتدريج. مازالت شوية نكملو الكاس الرابع تاعنا، ونظن راح يكون كافي. شوفوا البنات ما نعجبش ندير بصباعي، صباعي هكذا وندخل العجينة ديالي. لمها نرجع لكم. شوفوا كي نتاستي باليد الثاني ونلقاها ما تلصقش نحبس. انا نقول لكم شحال خدات لي.
العجينة تاعها هي تلمت، خدات لي 4 كيسان تاع الفارينة. في هذه المرحلة يا بنات نسخن الفور تاعي، نشعله من تحت ونخليه يسخن، ونبدا ندير الكويرات تاعي ونكمل العمل. فوالا البنات، الان نروح نجيب الحبيبات تاع المشوك ديالي، ندير كويرات هاليك، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، هكذا حجم هذا. ونجيب بياض البيض تاعي نرمضها في بياض البيض هكذا، وها الكاوكاو تاعي نعاود نرمضها في الكاوكاو مليح. جميع الجوانب لازم ترمض مليح يا البنات، هكذا تخلي حتى جهة مش مرمضة هكذا. شوفوا، نجيب الكيسات ديالي ونحط الحبة داخل الكيسات، نكمل جميع الكمية ونرجع لكم. كملت جميع حبات المشوك ديالي، دوكا نحطهم يطيبو من تحت ونزيدو نديرو لهم تحميرة من فوق ونوريهولكم. أنا شقتهم كل حبة تاع المشوك درت لها حبة كاوكاو، راهي ليك الحجم تاع الحبات يا البنات. شريو نتوما لي كيسات هادو مدورين وحطو فيهم وتجيكم كيما سوا سوا، مع الزيت تنفخ شوية فيها مغرفة صغيرة تاع خميرة تجي. فوالا البنات، انا خرجت المشوك تاعي من الفور، دركا في هذه المرحله كل حبه تاع مشوك يا البنات ندير لها مغرفه تاع العسل، كل حبه بمغرفه تاع العسل باش تشرب. لازم يا البنات يكون المشوك ديالك سخون، لو كان تخليه يبرد ما راحش تشرب لك العسل ويبقى لك يعبس. لازمك تحط له كل واحد كل حبه تحط لها مغرفه، اللي ما ينجحوش فيه هذه هي السبه، لازمو سخون مباشره يخرج من الفور ديري له العسل. فوالا حمروا هي البنات من الفوق كاوكاو تاعكم هذاك، ما تخليوهش اخضر، حمروه باش يجي قرمش يجي بنين مع يتعسل يجي هايل. شوفوا تاعنا راه وجد، شوفوا كيف جا ما شاء الله، شوفوا مشقق معسل حتى للقلب ما شاء الله، وخرج لنا كمية معتبرة. أنا واحد 50 حبة ولا أكثر، دوك نحسبهم ونحطهم لكم. شوفوا لازمو يكون يتشقق، لازمو يتشقق باش يدخل فيه العسل أحسن. شوفوا كمية مليحة، نفتح لكم حبة. شوفوا كيفاش جا هشوش ما شاء الله هايل. مهم البنات جربوا الوصفة، اكيد راح تعجبكم. ما تنسونيش بجمع اشتراك في القناة.